بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للعموم. يعني هذا الشكل احتجاجي جاء مرة أخرى على التفجير ديال اليوم. يعني اليوم الساكنة تهزت بربعة ديال التفجيرات ديال هذا المقلع. للأسف الشديد تقولنا أنه صافي راه الضرر بدا يحبس، نمشيو معاه غير في النطاق القانوني. السيد باقي كيفجر وبدون يعني ما يخبر السلطات وكذا، وبلا دوز كبيرة، وتحست بها الساكنة كاملة، ترجفت ليها الديور ديالها. اذا الساكنه كما كان العاده الا تحس بالاهتزاز راه كتخرج، انما تقدرش تعيش في هذا الاهتزاز. تتفائلنا خير وبقينا غاديين كنقولوا ربما راه غيمشي ملف قانوني. السيد وقعت الرده في هذا الملف ان المحاضر كلشي تخرقت، الرش ما كاين لا رش، الغبره باقيه على قرقشه جباده، الاهتزازات باقيه، الخدمه بالليل باقيه، السبت والعد الروين انا ايضا. المهم ما كاين والو في هذا الملف بكل صراحه كنقولوها وكندخلوها قوس الخطر على ان المسؤولين على المستوى الاقليمي راه كاين تواطؤ كبير بكل صراحه. يوكلها ممكن السلطه ممكن ما عرف شنو بغا يدير. العامل ما يقتلوش، القائد ما يقتلوش، رئيس الدائره كيشوف غير بعينيه. شكون هذا اللي غادي يعطينا الحل حنا؟ ربي ماشي مغاربه؟ اللهم هذا منكر، ارفع علينا هذا الشيء، اللهم هذا منكر.